تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الأحد اللي يحبه كل أحد، أول يوم في الأسبوع، بداية أسبوع جميل، أسبوع إيجابي إن شاء الله. نتوجه فيه إلى أعمالنا، للي لا يعمل عن بعد، اللي يعملون عن بعد أيضا يعني يعتبر توجه إلى العمل، ترى تقعد وتنش وتبطل لابتوبك وترابع الأعمال، فهو يوم بداية أسبوع جميل إن شاء الله. كلنا نعقد فيه العزم على خدمة الوطن وعلى الالتزام بتعليمات حكومتنا الحكيمة. ولما أقول تعليمات أتوقع الكل عارف شو هي التوجيهات اللي قاعد تطلع والإجراءات الاحترازية اللي قاعدين نسويها في دولة الإمارات لمكافحة COVID-19 أو فيروس كورونا المستجد. أول شيء خلينا نقول لكم إن هذا برنامجكم، برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة النور دبي. معي اليوم في الإخراج أيمن سرحيل، ومعي اليوم في أبو نوح يعطيك العافية، ومعي اليوم في التنسيق إسراء، ما أعرف اسم إسراء الكامل، بعدين بيعطون اسم إسراء. وهذه محدثتكم دكتورة ندى الملة، إن شاء الله نكون معكم مع إسراء الهاشمي. إسراء الهاشمي يعطيك العافية إسراء. ومحدثتكم دكتورة ندى الملة، إن شاء الله نكون معكم على مدى ساعة إذاعية ندردش فيها، نناقش فيها أحدث كل الأخبار الطبية والمعلومات الطبية، وأهم شيء أهم شيء نطحد في الشائعات اللي قاعدة تطلع ونتناقش فيها عن أي موضوع طبي أنتوا حابينه. طبعا طبعا دائما ببدي معكم برسالة اليوم. رسالة اليوم تقول: هل المضادات الحيوية فعالة في الوقاية من مرض COVID-19 أو كورونا المستجد؟ طبعا المضادات الحيوية لا تقضي على الفيروس، فهي لا تقضي على العدوى الجرثومية، وبما أن يعني لا تقضي على البكتيريا، وبما أن مرض COVID-19 سببه الفيروس، هو معروف طبعا فيروس كورونا، لذلك فإن جدوى المضادات الحيوية، مضادات الحيوية بمعنى ما منا فائدة. فالله يخليكم لا تسنون تاخذون، بعض الناس قاعد تاخذ مضادات حيويه روحه، يعني او انا احمي نفسي من مرض الكورونا المستجد. يا جماعه ان المضادات الحيويه لا تقضي عليه، فلا يجب استعمالها كطرق وقايه. وطبعا دائما دائما لو مو عشان COVID-19 او كورونا، لو اي مشكله ثانيه ما ناخذ المضادات الحيويه بدون استشاره الطبيب. ونرد ناكد على الدعوه وتوجيهات حكومتنا الحكيمة اللي هي اقعدوا في البيت، اقعدوا في البيت، اقعدوا في البيت. ما نقدر نركز، ما نقدر أشدد أكثر على هذه الرسالة. الله يخليكم اقعدوا في البيت. يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله أن رب العالمين لما قرر اختبرنا بفيروس يقولنا اقعدوا في البيت، ما في شيء ثاني نحتاجه من عندكم. فالله يخليكم اقعدوا في البيت، وقفوا تجمعات. أعتقد في وسائل التواصل قاعدة تنتشر فيديوهات لأشخاص أصيبوا بالفيروس بسبب تجمع، وأول رسالة يقول لكم إياها الله يخليكم لا تأخذوا الموضوع عادي، لا تقولون عادي نجتمع، أنا اجتمعت وما استمعت للنصائح وآخر شيء يعني الفيروس وأنا الحين قاعد في العزل أو في الحجر. فالله يخليكم وقفوا اجتماعات، وقفوا لمات، الدنيا ما راح تخلص، فترة بسيطة إذا التزمنا ترى والله هنا فترة بسيطة راح تذكرون إن شاء الله هالكلام، وهذا كلام شيوخنا الكرام لما قالوا إن هذه عبارة عن فترة راح تعدي، لكن إحنا من يحدد راح تعدي وراح تتمدد فترة بسيطة. وقفوا تجمع، وقفوا طلعات، لا تقولون بسير شوية وبرد، كل أحد يقول لا أنا الوحيد اللي بكون مثلا في الحديقة، الحين بعد سكروا بعد الحدائق ما حدا، أنا لا أحد منه بيكون موجود على البحر، أنا الوحيد. وقبل ما تنتبه تلاقي أن أمة لا إله إلا الله كلها قاعدة على البحر وكل الناس في الحدائق. فالله يخليكم وقفوا طلعات. رسالة بسيطة، اجلسوا في المنزل، ما في أسهل من هذا. وراح نشوف أسماء الجناحي، ومتأكدة أسماء راح تؤيدني. أسماء الجناحي تقولنا جديد السوشيال ميديا، صباحك وردي يا أسماء.
نور سرو دكتورة عليك على كل المتابعين إذاعة نور دبي. هلا يا اسمح حبيبتي تفضلي. نقول لهم خليك في البيت. اكزاكتلي خليك في البيت الله يخليك. والله يا دكتورة يعني الناس يعني أمس أتكلم روحي في حساباتي، يعني أقول لهم يعني إحنا طالعين مثلا من دواماتنا يمكن أمس 10:30 بالليل، الله بس يعطيكم أقول لهم الصحة يعني والعافية. عشان اللي قاعدين الحين في المكتب، أو أصور المكتب يعني أقول لهم عشان اللي قاعدين في المكتب لين الحين يوم الجمعة والسبت يطلعون أنصاف الليالي من الدوامات، خليكم في البيت، يعني ما قاعدين نطلب شيء ثاني، يعني بس إن بالضبط الواحد يتم في البيت. يعني القطاع الطبي من شهور يعني ما حصلوا حتى ويكند، صح. ولما أقول القطاع الطبي ما أعني بس أطباء وممرضين، الكوادر الإدارية، المهندسين، يعني الصيانة، اليافون، كلهم يعني كل شخص سواء كان إداري أو تقني أو ممرض أو المختبرات أطباء، يعني الكل قاعد يشتغل بدون توقف. فيعني كل ما نحن تمينا في البيت كل ما نحن خففنا على الناس اللي يشتغلون في وبعدين مو بس الكادر، حتى عندك الشرطة، عندك الإسعاف، عندك الكل قاعد يشتغل وما حصل ويكند من كم من شهر. فنحن الشيء الوحيد اللي نقدر نخفف فيه على اللي قاعدين يشتغلون 24 ساعة بس نحن قاعد في البيت. صح يعني الواحد ما نقول لكم يعني لا تقضون، حددوا وقت، خذوا اللي تبونه وردوا، يعني لا تطلعون إلا للضرورة، لأن كله بيدهم، صحيح يعني صحيح مو بإيد أي شخص ثاني، وهذا الموضوع كل فرد في المجتمع له دور. وده شخص يعني في أشخاص يقول نحن برد من السفر وبين في البيت، لا نحن نقصد تجلس في الحجر المنزلي، إن تكون داخل غرفة فيها تهوية، فيها دورة مياه، تقعد في الغرفة ما تطلع، لأن أنت عندك أهل، عندك أم، عندك أبو، عندك حد ممكن عنده مشاكل مناعية، يعني لا سمح الله إذا كان الشخص هذا حامل، هذول يعني كبار السن، عواقب يعني نحن نخاف أكثر على كبار السن، صحيح يعني ممكن واحد يقول لا أنا ما أحس إني تعبان، حتى لو ما تحس بشيء، حتى لو ما فيك أعراض، أقل شيء 14 يوم داخل الغرفة. بالضبط صحيح صحيح يا أسماء والحين صحيح السوشيال ميديا والافلام هذا الشيء، يعني واحد يقعد شوي يحط الشاشه ينسى كل شيء، صح يمر 24 ساعه ولا حاس فيها، وفي كتب يعني واحد يقرا قران، يصلي، يذكر رب العالمين، يشوف الافلام، يدرس، يذاكر، كله يعني ممكن واحد يخلي المكان اللي هو فيه جنه اذا هو بغى، بس اذا يبغى يتحرطم ترى بيشوف المكان اضيق واضيق. بالضبط. ولا الغريبة الناس اللي تقول والله شو هالطفشة من قعدة البيت، هم نفس الناس اللي في البيت قاعدين على التليفون ويروحون كوفي شوب يقعدون على نفس التليفون، ما تقعدوا بالتليفون في البيت أسلم بدل ما تاخذون كورونا وتردون البيت يا ترى جماعة. في ناس يداومون ليل نهار ودهم قعدة البيت لو ساعة. اي والله صدقت صدقت يا اسمها. نحن حاطين دكتورة بعض الفيديوهات عن كيفية الاستعداد للحجر الصحي المنزلي، في بعض الأشخاص يعني كانوا يعتقدون أن الحجر المنزلي أنهم يقعدون في البيت، لكن نحن حطينا بعض المفاهيم شو معنات الحجر الصحي المنزلي، موجود عندنا في الاي جي تي في في الانستغرام باللغتين العربية والإنجليزية. أيضا أمس كان يوم الأم، فنقول تحية لكل أم أخذت على عاتقها توعية أبنائها وأسرتها بالإجراءات الاحترازية واتبعت الإجراءات السلامة لتحمي أسرتها ووطنها من الفيروس. نعم أيضا من ضمن الأشياء الجميلة اللي كان شغلنا التواصل الاجتماعي، رسالة من السفير الفرنسي شكر لسلطة دولة الإمارات على حرصها لسلامة المواطنين الفرنسيين والجالية الفرنسية ملتزمة باحترام إجراءات السلامة والوقاية. هذا كان في حساب الرسمي لسفير السفير الفرنسي في دولة الإمارات من في تويتر. أيضا كان في مشاركة من أحد الأشخاص وصديقة طبيب، فمرسل له صورة أذنه والعلامات التأثر من الكمامات، ويقول له عشان أن أذني ورمت من الكمام أنت أقعد في البيت. صح فيعني ايضا خطوات الفحص والفيروس كورونا موجودة في مراكزنا، موجوده في قنوات التواصل الاجتماعي، وبعد شويه راح نحط شو المفروض الواحد يسويه اول ما يوصل من السفر من اي دوله كانت. صحيح فيتابعون حساباتنا وحسابات كل القطاعات الصحيه في الدوله الرسميه، قاعدين نحط نصائح وتوعيه وارشادات، وايضا اخبار المستجده يحصلونها في حساب كل وزاره الصحه وهيئه الصحه ودائره الصحه ومركز ابو ظبي للصحه العامه. ودمتم بالصحه والسعاده. وانتي بصحة وسعادة يا أسماء، شكرا لك، نهارك سعيد.
من أسمى الجناح نروح للفقرة أوكي راح نروح لفقرة التوعية بخصوص فيروس كورونا المستجد. يا جماعة رد نشدد، الله يخليكم، نقعد في البيت، ما نجتمع، ما نسوي عزايم، يعني ما تصير الدولة تسوي إجراء احترازي وتسكر المناطق برا، نصير احنا نتلم في بيت واحد. الله يخليكم، نبغى نوقف هذا بس لفترة بسيطة. لا تنسون رمضان جايين ان شاء الله، ورمضان معروف بلماته وقعداته وعلى الفطور وعلى الغبشه، على الغبشه على شو اسمه هذا اللي بعد الفطور يتجمعون، نسيت، المهم على السحور وما قبل السحور، نسيت الاسم. فنبان دش رمضان واحنا ان شاء الله ان شاء الله سيطرنا على الفيروس، عشان نقدر يعني نستمتع بالشهر الفضيل هذا واحنا بين اهلنا وبين احبابنا. فبس المطلوب بعض الالتزام، ونبغى كل شخص يكون شخص إيجابي في المجتمع. يعني مو بنا أقول أنا شخص واحد شو بسوي، كل يعني شخص واحد، أعتقد كثير منكم أيضا شاف وسائل التواصل، شخص واحد مصاب يطلع يعادي لين 300 شخص آخر. فالله يخليكم، نرد نشدد، لا تقولون عادي وما في مشكلة وما عندي أعراض، نلتزم في البيوت، ما نطلع ما نطلع ما نطلع، نقعد في البيوت. وما شاء الله الدولة موفرت لنا خدمات، وفي تطبيقات توصلكم الأكل والماتشلة والماي والورد والمكسرات واللي تبونه في خاطركم فيه، بيوصل عندكم لين باب البيت. بس ما نطلع، لا تقولون بس بسير الجمعية وبرد، لا ما في، خلاص وقفوا وقفوا وقفوا. الله يخليكم، نوصل كل شيء وصلنا البيت. في أيمن إذا شفت على وسائل التواصل قبل يومين في الواتساب تنتشر واحد صورة واحد متلثم كامل شيء، بس نظارة ولابس هذا مال حزام الناسف وكله سانيتايزر، بسير الجمعية بجيب خبز وبرجع. فليه يعني إن الوقاية من فيروس كورونا. فشو رسالة اليوم تاخذونها؟ تقولون دكتورة ندى الملا اليوم في صحة وسعادة شددت وقالت لازم نقعد في البيت. رح نطلع إن شاء الله فاصل، وبعد الفاصل نواصل نوصيكم أنكم ما تطلعوا من البيت، ونكمل صحة وسعادة. صحة وسعادة، ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-1414، والرسائل النصية على 4006. عرف طرشوا لي الاسم الغبقة، أيوة في رمضان نحن نجتمع الغبقة بعد الفطور، فعشان نوصل لمرحلة أن نقدر نجتمع الغبقة، الله يخليكم ما نجتمع. وفي نقطة مهمة نبهوني إياها يا جماعة، لما نقول تباعد اجتماعي أو نقول ما نجتمع مع بعض، مو معنى أجيب عشرة عشر بيوت ونجتمع في بيت واحد، خالتي بنت يدتي بنت، لا 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 يا جماعة، كل أسرة تقعد في بيتها. والحين بتكون معانا إن شاء الله دكتورة هند العوضي، بتقولنا ايضا عن اهميه التباعد الاجتماعي. ابغى تركز على هالموضوع، انه للاسف في بعض الناس فكرتهم خاطئه انه ما نتجمع معناه ما نطلع برا، لكن عادي 10 بيوت ملتمين في بيت واحد، شو سوينا عيل احنا الحين؟ فاحنا طبعا نعرف ان الجهات المختلفه في الدوله قاعد تكثف جهودها لرفع الوعي والتثقيف الصحي بطرق الوقايه من فيروس كورونا المستجد، طبعا الحد من انتشار هذا المرض الذي اصبح التحدي الاكبر لكافه دول العالم للوقايه منه وتقليل آثاره السلبية على الأرواح والحياة العامة للسكان. سبحان الله، هذا الميكروب هالكبر قدر يعني يحرك البلاد كل العالم كامل. تكلمنا اليوم دكتورة هند العوضي رئيس قسم التثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، وبتشدد وبتركز وبتعيد على التباعد الاجتماعي. صباح الخير دكتورة هند. صباح الخير والنور والسرور دكتورة، حياك الله. أذكر دكتورة هند من أول ما بدأ أول شيء قلت لنا يا جماعة تباعدوا تباعدوا لا تتجمعون. فاليوم نبغى نركز نفهم الناس شو يعني تباعد اجتماعي. الأسر تتجمع كلها بيت واحد، من 10 بيوت يتجمعون عند اليدة وعند الخالة، عشان والله إحنا ما نطلع برا بس نتجمع في البيت. فنتكلم عن أول شيء نذكر بالفيروس كورونا شو أعراضه وكيف ينتقل، وبعدين شو معنى تباعد اجتماعي، ونعرج بعدين على بعض الأسئلة الثانية. أول شيء فيروس كورونا هو يعني فيروس صار حين اعتبر وباء عالمي دكتورة، وصارت الدول تاخذ إجراءات وقائية واحترازية، علت من سقف إجراءاتها الوقائية والاحترازية، وهذا شفناه في خلال آخر أسبوعين. الدول زادت من القوانين والقايدلاينز اللي نزل، والحكومات كلها كأنها ربطت الحزام وشدت الحزام عليها عشان يسيطرون على هذا الوباء العالمي. طريقة انتشار هذا الفيروس يا دكتورة هو عن طريق الرذاذ الملوث. الرذاذ الملوث يعني حد يكح أو يسعل عليك وينتقل هذا الرذاذ إليك، وبعد
ينتقل للأسطح القريبة منك لمسافة متر واحد. نعم. فعزت شيء إحنا نقول الطريقة الوحيدة الطريقة الأفضل فعالية في السيطرة على هذا الفيروس إن إحنا نقي أنفسنا من التعرض له. كيف؟ إن إحنا نظل في بيوتنا، نتجنب الخروج إلا بالضرورة القصوى، مو بس عشان إحنا بعد نحمي عائلتنا، لأن إحنا بعد ساكنين في بيت في ناس كبار في السن، ناس أصحاب أمراض مزمنة، ناس مناعتهم ضعيفة. فإحنا نقول أولا ظلوا في بيوتكم، لا تطلعون إلا لضرورة القصوى. الدولة أصدرت القرارات، وقفت المدارس والجامعات، مش من فراغ دكتورة. يعني إحنا هم أصدروا هاي القواعد والقوانين عشان يقللون من انتشار هذا الفيروس، مو معناته إن إحنا نطلع ونروح وكأنه لم يكن يعني شيء. صح. وبعدين دكتورة إحنا يعني نقول حتى لو أنتوا تتجمعون في بيوتكم تحافظون على مسافة كافية بينكم وبين الشخص الثاني، متر واحد. زيادة في الاحتياط، لما تتجمعون في بيوتكم لا تتجمعون كلكم في مكان واحد، حاولوا يكون المكان شوية جيد التهوية، مش أكثر من 10 أشخاص في غرفة كبيرة تكون. يعني إذا أي حد عنده أي أعراض عدوى تنفسية مثل الكحة والزكام أو الحمى، ما يروح لهاي التجمعات، يعزل نفسه أوتوماتيكيا، يعزل نفسه عنهم، يقول لهم تراني أنا مريض، أنا أعتذر عن الحضور. نعم. يعني المفروض الواحد ما ياخذ هاي الأمور بشخصية ويزعل. يعني إذا أنت اعتذرت المفروض الكل يتفهم اعتذارك عشانهم وعشانك بعد. فوايد مهم انك انت تحافظ على مسافه كافيه، ما تتجنب السلام المباشر، التحضين، التقبيل. يعني انا اعرف انه هاي العاده يعني متداوله عندنا، احنا بطبيعتنا شعب يحب يسلم ويحضن وكذي، بس احنا هاي الفتره بس نشد الحزام ونضغط على نفسنا شوي فتره زمنيه معينه ان شاء الله، ونقدر احنا نسيطر على انتشار هذا الفيروس. وبهاي الطريقه احنا نعطي فرصه بطاقمنا الطبي والفريق الطبي اللي يسيطر على الحالات الموجودة ويسيطر على الانتشار لهذا الفيروس. بالضبط صحيح. دكتورة هند، نخبر يعني نوعي المستمعين بأهمية توعية الأطفال يعني بالفيروس وغسيل اليدين وطرق انتقاله وغيره، فنركز على هالنقطة إنه شو إيش كثر شلون نقدر نوعي عيالنا بخصوص هذا الفيروس من غير ما نخوفهم طبعاً مننا طبعا. هي طبعا انا يعني اشجع دائما ان لازم يكون في لغه حوار بينك وبين اطفالك، تشرح لهم بطريقه مبسطه شو هو مرض الكورونا، لان هم اكيد راح يسمعونها من عده اماكن، فهو راح يسبب لهم هذا الشيء خوف وقلق. احنا نشرح لهم شو هو الفيروس، نشرح لهم ليش احنا هاي الفتره قللنا من الطلعات، ليش هاي الفترة احنا ما قمنا نروح الحدائق الترفيهية، ليش ما قمنا نروح التجمعات مثل ما كنا نروح قبل. نشرح لهم شو هو الكورونا بطريقة مبسطة، والأطفال جدا أذكياء راح يستوعبون هذه المعلومة. وبعدين نشرح لهم كيف الفيروس ينتقل، وبعدين يعني نشرح لهم طريقة الانتقال، وبعدين نقول لهم ترى احنا نحمي نفسنا من هذا الفيروس ان احنا نحافظ على نظافة ايدنا، نعلمهم كيف يغسلون ايدهم، نغسل معاهم، نسويها مثل مسابقة بيننا وبينهم، نغسل إيدنا باستمرار بعد الأكل، قبل الأكل، بعد الحمام، متى ما لعبنا. يعني عرفتي دكتورة، نشجعهم. نعم. وإحنا نغسل وياهم إيدنا. يعني إحنا نكون القدوة حقهم. وبعد نشرح لهم أنتوا يوم تلعبون يا ربعكم إذا واحد فيهم انزجم حاولوا ما تبعدون معاه، حاولوا أن أنتوا ما تتشاركون معاه أغراضه، حاولوا ما تحضنون بعض وتلمسون بعض وتتشاركون أغراضهم. نوضح لهم بطريقة بسيطة وسلسة عشان الطفل يستوعب. صحيح. ولا نستهين بذكائهم، لأن هم أذكى مما إحنا نتخيل دكتورة. صحيح يا أنا، صح، أذكى مما نتخيل. وسبحان الله، تعرفين من بدأ موضوع الكورونا بعد كانت المدارس مفتوحة. أول ما بدأ أنا عيالي كانوا يجون من المدرسة يقولوني ماما تعرفين في كورونا في البلاد، فأقول لهم منو خبركم؟ يقولون في الربيعي، يقول أمس أبوه قال له في الأخبار قالوا. فالأطفال ترى يتناقلون هالكلام، إحنا دائما نقول يا ليش عرف، لا يفهم. وكان يقول لي وين يصيب هالكثر ناس وينتقل عن طريق الكحة، فمهم إحنا نعطيهم إحنا المعلومة الصح عشان، وكان في طبعا معلومات مغلوطة
مغلوطة معطاية للأطفال، إنه بطريقة انتقاله أو إنه إيش كثر هو كيف نقي نفسنا. فمثل ما قلت نشدد إن نوعيهم عشان يأخذون المعلومة الصحيحة، وبالتالي حتى ينقلوا المعلومة الصحيحة لأصحابهم. بالضبط، وعشان بعد ما يتضايقون إن هم ليش ما قاعدين يطلعون مثل قبل، يستوعبون. يعني هم إذا استوعبوا راح يقل الضيق هذا اللي هم يعانون منه. ويعني يعني نخلي يسوون نسوي اكتيفيتيز حقهم في البيت دكتورة، نخليهم هذه فرصة ان احنا نعيد التواصل مع اطفالنا، نعيد التواصل مع اهالينا. صحيح. بطريقة يمكن ما تسويناها من زمان. اكيد اكيد. دكتورة هند، نرجع نأكد على موضوع الشائعات وأهمية أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح، لأن أي وضع في العالم اللي يسيء الوضع هذا أو يزيد سوءا هو الشائعات المغلوطة اللي تطلع. وحين بعد في شائعات وايد قاعدة تطلع عن سالفة الكورونا وايد، يعني شائعات أنا عن نفسي لما أقراها أقول يعني هذا الإنسان يعني كيف فكر إنه يطلع هذه المعلومة يعني خاطئة جدا. فإحنا دائما ننوههم، أنتوا إذا سمعتوا شائعة، إذا معلومة شاكين فيها، تواصلوا مع الجهات المعنية. أرقام الموحدة هذه شغالة 24 ساعة حقكم. إمارة دبي قاعدة توفر لكم خدمة طبيب لكل مواطن. صحيح. 24 ساعة في طبيب يرد على كل استفساراتكم. أنتوا إذا شفتوا شائعة مو متأكدين منها، رجاء لا تعيدون إرسالها. تأكدوا من المعلومة اللي توصلكم هل هي صحيحة. إن كانت صحيحة إحنا دائما نشجع الوعي ونشر الثقافة، لكن إحنا ما نشجع إنك أنت تنشر الشائعة وتزيد من الخوف والهلع. صحيح. لأن إحنا إذا خفنا وصار عندنا قلق دكتورة راح يؤدي هذا اللي إحنا راح نسوي تصرفات مش صحيحة. راح ننسى إجراءاتنا الوقائية، راح يصير عندنا مثل هزع، فلا يعني راح نخاف زيادة، راح نسوي أشياء ما نسويها إذا إحنا هادين. صح. وراكزين ونعرف شو نسوي. بالضبط بالضبط صحيح. دكتورة هند، رسالة أخيرة توجهينها للناس لوقاية نفسهم وأحبابهم من فيروس كورونا المستجد. يعني احنا مثل ما قلنا لا تنشرون الشائعات، احنا انا اعيد وازيد عليهم، لا تستهترون بهذا المرض وتقولون انه حالة كحال اي مرض ثاني. لا، اذا منظمة الصحة اعلنت انه هو وباء عالمي معناته هذا الشيء لازم احنا نسيطر عليه، لازم كل واحد ياخذ على عاتقه المسؤولية المجتمعية انه يحمي نفسه وافراد مجتمعه. يعني احنا لما الدولة تقول لك اقعد في بيتك فهذا معناته ان احنا نحتاجك تساعدنا في حماية دولتنا. اقعد في بيتك للفترة الزمنية اللي قالوا لك اياها، مو عشان ان احنا نضغط عليك ونجبرك انك تقعد بدون سبب، لا، في أسباب عشان إحنا نطلب منك هذا الشيء. وإحنا نحتاج كل فرد في مجتمعنا أن يتعاون معنا في هذا الشيء وما يستهتر بمدى خطورة هذا المرض. صحيح. شكرا لك دكتورة هند العوضي، رئيس قسم تعزيز الصحة بهيئة الصحة بدبي، مداخلتك اليوم معنا بخصوص أهمية التباعد الاجتماعي. شكرا لك، نهارك سعيد. شكرا. أرد أكد وأرد أشدد يا جماعة، الله يخليكم، نقعد في بيوتنا، نمتنع عن التجمع. أدري بتقولون والله يدو تزعل، والله أم ريلي تزعل، والله أمي تزعل، اشرحونهم. أحيانا الكبار في السن الله يحفظهم يأخذون على خاطرهم، أدري لما متعودين مثلا قاعدين نروحهم يبون نتجمع معهم، بس نشرح لهم يقولهم يا عمتي يا يدتي إنه يفضل إن إحنا ما نيجي عشان إحنا ما نعاديك، خصوصاً إحنا نسير دواماتنا، عندنا عيال كان يسيرون مدارس أو أياً كان، إحنا نطلع برا نختلط مع الباجين. فحماية لكم ما رح نشتغل معكم الفترة، نستحمل أسبوعين وإن شاء الله إن شاء الله ما رح يطول الموضوع. بالالتزام صدقوني ما رح يطول الموضوع. وأهم شيء إحنا بداية الشهر بتي، أول شيء بتقول لكم اليد أو الأم أو العمل ماتشلة الشهر، ها ما تروح الجمعية من الحين، روحوا عند امهاتكم، ماما هاتي امي هاتي اللسته مالت الجمعيه، احنا راح نطلب لك كل شيء اونلاين يوصلك. ادري انهم ما يقتنعون، تحسي لازم تسوي تشوف الغرض بعينها، بس قولي ما عليه، باذن واحد احد هاي المره بس بني من الجمعيه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بنكثف الدعاء ونلتزم، الشهر الجاي ان شاء الله يكون هالمشكله خازت وتردين تروحين الجمعيه على راحتك، بس نلتزم هالمره، نلتزم الله يخليكم، ما نصير الجمعيات. انا ذكرتكم قولوا حق امهاتكم هاتي قائمه الجمعيه ماما، بنطلب كل شيء احنا اونلاين، بيوصلك برسم الخدمه لين البيت.
وفرصة ترى نعيد حتى تجديد علاقتنا مع أهلنا، أمهاتنا وأبهاتنا، معاش انشغالنا قبل. ها ماما شو تبين، شو تحتاجين من الجمعية، أخفالك طيب إحنا بنجيبك لين عندك، شو تبين، شو تحتاجين، ماي ماي. وحتى إحنا نجيب لهم من غير ما هم يطلبون، إحنا نعرفهم وش يبون في البيوت، تدشون عليه تلاقون كراتين ماي وماش اللي تحبها وشي، يقربنا مرة ثانية لهم بعد ما كنا مشغولين عنهم فترة طويلة بسبب انشغالنا بأعمالنا وبيوتنا، ممكن وإحنا مو بساكنين معاهم في نفس البيت. فهذه فرصة نستفيد منها، نركز على الجانب الإيجابي. نركز على شو؟ على الجانب الإيجابي، بارك الله فيكم. ما نركز على الجوانب السلبية، ما نطلع جوانب سلبية ما لها أساس. يعني الناس اللي تقول طفشنا بنموت من البيت، ما حد بيموت من قعدة البيت، ما حد جارنتي من عندي ما حد بيموت وقعدة البيت. فرصة استفيدوا من هذا الوقت يا جماعة، استفيدوا، طلعوا أنشطة، قعدوا في الحوش. الحمد لله الله من علينا بجو رائع، هذه ترى رحمة من رب العالمين إن هالفترة الجو لطيف قام يستوي مرة ثانية، ومطار والنسيم العليل. قعدوا في الحوش مع عيالكم، كرة قدم نلعب شوية، حطوا ألوانكم عشان ما يخيس البيت، ما يخيس السجاد، فرشوا الألوان وخلهم يخيسون وخلهم يلعبون. تخيلوا كل يوم نشاط واحد سووا، كل يوم نشاط واحد مع عيالكم، تمر الأيام وأنتم مو بحاسين. وبالعكس أنا أتوقع بعد ما تخلص هالمرحلة وإن شاء الله إن شاء الله ترد الأمور العادية، راح نشتاق للايام اللي كانوا عيالنا ياسين في البيت وكنا نقضي معاهم ونسمع سوالفهم ونسوي معاهم انشطه. يمكن سوالف ما كان عندنا وقت نسمع لهم ايام العاديه لان احنا كنا مشغولين وهم مشغولين بالمدارس وتعبانين وغيره. اوكي، فالله يخليكم، نجلس في المنزل. راح نطلع ان شاء الله فاصل، وبعد الفاصل نواصل. صحه وسعاده، صحه وسعاده. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحه وسعادة. التواصل على 600551414 والرسائل النصية على 4006. عندنا أول شيء أبو حمدان، صباح الورد أخوي أبو حمدان. يا صباح النور ويا مرحبا الساعة، حياك الله، تفضل أخوي. الله يحفظكم يا رب العالمين ويحفظ بلادنا من كل شر ويحفظ أهلنا في كل مكان في بلادنا وفي بلاد المسلمين. آمين آمين إن شاء الله. نحن الله يسلمك، أنا سمعت كلامكم وكلامكم بياض ويه وفي محلة. نحن الحين بلادنا إذا طلبت منا بلادنا أو نداء الواجب للوطن في حرب ولا في سلم كل بيوقف. صح، فهذا بنفس الطبيعة وبنفس الشكل هذا نداء من الوطن للمواطن ومصلحة المواطن بشكل عام واللي مقيمين على البلاد، أن الناس يلتزمون بالقعدة في البيت والعودة إلى رب العالمين والدعاء. ونحن الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه والشيخ محمد بن زايد أعطونا الطمأنينة بكلامهم ورفعوا معنوياتنا، كنا شوية متأثرين بالفعل يعني من هذا المرض، ولكن هذا كله إرادة الله، ولكن كلامهم الله يطول عمرهم يحفظهم ورفع معنوياتنا والناس بخير وبلادنا بخير، ولكن نتقيد بما تطلبه البلاد وما ما يطلبون حكومتنا وما يطلبه شيوخنا. صحيح صحيح. وأنا أكلمكم على فكرة مني من منطقة مليحة ويانا أمطار الحمد لله رب العالمين، هذا المطر بيخوزه هذا كورونا. أمهاتنا كله يقولون هذا يغسل الدنيا من الكورونا. الحمد لله رب العالمين، والله اللي تشوفونه حين يبل مليحة هني في الرام الله أنه غادي بحيرات. الحمد لله الحمد لله. وجميل وجميل أنكم وصلتوا المعلومة والإعلام، أنتوا عليك عليكم عبء كبير، والله يوفقكم دائما بالتواصل وبالأمور هذه أنكم تخبرون الناس، وإن شاء الله الناس بدأت تتفهم. صح. خصوصا يوم وقفوا المدارس ووقفوا العمل كله من مصلحة المواطن. أكيد. مع أن البلاد قاعدة تخسر أموال في هالأمور. صح. هذه تخسر فلوس عليها، ولكن صحة المواطن عند شيوخنا أهم عن كل مال الدنيا. صحيح. وهذا اللي أعرفه كل مواطن. أكيد أكيد. وإن شاء الله الله يوفقكم ويوفق بلادنا لكل خير، وإن شاء الله أن هذه أزمة مثل ما قلتوا بتعدي إن شاء الله، وما فيه ما فيه شيء يتم على طول يعني مرات أكثر عن شبه الظروف هذه. صح والله ان شاء الله يوفقنا ويوفقكم، وهاي مثل ما قلت ان شاء الله لازم بتخطى بالاسبوعين ثلاث اسابيع، لكن الالتزام. وانا اتمنى شيء واحد ان شاء الله، هذا موايه الخشم يتم على طول مقطوع احسن شيء يكون. حتى بيز شام ترى الشام الطبيعي بيجي بعدين. صح صح اكيد اكيد اخوي، شكرا لك اخوي ابو حمدان، هذه الرساله الايجابيه يعني يعني فعلا اسعدتني بمقدار الوعي اللي عند اخونا ابو حمدان باهميه الالتزام بأوامر شيوخنا. وشيوخنا الله يحفظهم روحهم طلعوا في وسائل التواصل وقالوا ترى هي فترة بسيطة وبتعدي، وترى أنا شوف أنا ما أحب ما بستخدم الفضل أزمة ولا مشكلة، لا هي مرحلة
هي مرحلة إن شاء الله وبتعدي، وبتذكروا إن شاء الله هالكلام، وبنتذكر هذه الأيام ونطلع منها إن شاء الله بدروس وعبر وتجربة. هي تجربة إحنا نمر فيها، ومثل ما قال أخونا أبو حمدان جزاه الله خير، إنه إحنا مرينا ترى بتجارب كثيرة، كل فترة هناك تجربة إحنا نطلع منها بخبرات. أهم شيء، أهم شيء يا جماعة نطلع من هذه التجربة بشيء الإيجابي، ما نطلع منها وإحنا نفكر هي والله حبسونا، هي والله لا لا، ما نبى الروح السلبية هذه، ما نباها، نبى التفكير بإيجابية. شو تعلمنا من هالتجربة؟ إن تعلمنا مثلا إن شيء بسيط، إن ما نقلل من أهمية التوصيات البسيطة اللي تعطى لنا. مثلا توصية مثلا إن أقعد في البيت، ترى في البداية الناس وايد كانت مستهينة بهالتوصية، تعتبر إن شو يعني أقعد في البيت، يعني شو، يعني شو بيأثر قعدتي ولا عدم قعدتي. الحين الناس استوعبت إن فعلا نصيحة مثل أقعد في البيت ممكن تنقذ، وممكن تأثر على مخرجات النظام الصحي بكبرى. ترى يعني انت لما ما تجلس في البيت وتعادي 10,000 او مو 10,000، يعني عديد من الناس، فهذا يسوي ضغط على القطاع الصحي. لما انا التزم وغيري يلتزم وغيري يلتزم يقعدون في البيت، فنحن نقلل الضغط على القطاع الطبي. واحنا الان كنا جنود، ترى انا اعتبر كنا حاليا جنود في هذه المرحله، كنا جنود. الطاقم الطبي الف تحيه لهم على جهودهم، وفعلا مثل ما قالت ترى اسماء الجناحي، في ناس يواصلون الليل بالنهار ما ينامون الا ساعات معدوده، في اكثر من قطاع، في اكثر من قطاع، مو بس اطباء، اطباء ممرضات اداريين ما ينامون فعلا لحصر هذا الفيروس. قاعدين الناس قاعدة تشتغل من بيوتها 24 ساعة لخدمة هذا المجتمع. فلنبا من عندكم ما تسوون ولا شيء، تقعدون بس في البيت بس، اقعد. هذه 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 الوصفة مالت اليوم، ما بنوصف لكم لا دواء حرارة ولا دواء للزكام، نقول لكم اقعدوا في المنازل بس، اقعدوا في المنازل. وكل واحد يعتبر عمره مسؤول. احنا قاعدين ببيت، بلاقي اخوي يطلع وين ساير، بس يبت مش اقعد في البيت، الدولة قالت اقعدوا في البيت. كلنا ندعم بعض، كلنا ندعم بعض يا جماعة، عشان تزول عن تخلص المرحلة على خير، ونستانس ونرجع لماتنا وطلعاتنا، ويدخل علينا رمضان واحنا بصحة وسعادة ونستانس فيه. فالرد نقول اجلسوا في البيت. راح نروح للدراسة. اليوم دراستنا تقول توصل باحثون إلى طريقة أكثر فاعلية للتنبؤ باحتمال الإصابة بالخرف لدى مرض الشلل الرعاش اللي هو الباركنسون قبل أن يبدأ في التطور بسنوات، وذلك عن طريق تصوير الدماغ وقياس نسبة الحديد من خلال الصورة. يقيم الأطباء عادة مخاطر الخرف من خلال مجموعة من العوارض، لكن وفقا لطريقة تصوير الدماغ الحديثة يمكن رصد الخرف بدقة قبل أن يتطور بسنوات، يعني قبل ما تطلع عليكم الأعراض. نشرت نتائج الأبحاث الجديدة في Journal of Neurology أفادت بأن نصف مرضى الشلل الرعاش اللي هو الباركنسون يصابون بالخرف في مرحلة ما من حياتهم، ويمكن التنبؤ بهذا الخطر مبكرا عن طريق تصوير الدماغ بطريقة مبتكرة تقيس نسبة الحديد فيها. بحسب البروفيسورة وينونا ويل من جامعة كوليدج بلندن، يتزايد اهتمام الأبحاث بقياس نسبة الحديد في الدماغ، وخاصة فيما يتعلق بتأثيرها على بعض الأمراض العصبية. ويتزايد تراكم الحديد في الدماغ مع التقدم في السن، وتوجد أدلة على تأثير ذلك السلبي على وظائف الدماغ. طبعا احنا تكلمنا في الموضوع أكثر عن مرض صحة وسعادة، هو الدراسات تتوجه الآن للأمراض العصبية أو الأمراض النفسية، لأن الناس ليش؟ لأن الناس خصوصا الأمراض المرتبطة بالكبر بالتقدم في السن، لأن الحمد لله الحمد لله الحمد لله مع تقدم الخدمات الطبية الناس قاعدة تعيش أطول مدة، أطول من قبل، بالتالي فرصة تعرضهم للمشاكل المتعرضة بالتقدم في السن قاعدة تزيد، فقاعدين يركزون على كيفية الوقاية، ما نقول 100% وقاية ولكن تأخير، خلينا نقول تأخير الإصابة ببعض هذه الأمراض. فيقيسون مستوى الحديد وتراكم الحديد في الدماغ بتقنية جديدة إن شاء الله إذا دخلت حيز التنفيذ، أتوقع إن شاء الله إن شاء الله يساعد في تحسين حياة الناس وتأخير أو ممكن حتى الوقاية من إصابة بمرض الرعاش الشلل الرعاشي اللي هو الباركنسون. من باركنسون ومرض الشلل الرعاشي ندردش معاكم شوية عن حديث الساعة مرض كورونا المستجد. طبعا
مثل ما قال دكتور هند العوضي بخصوص انتشار الإشاعات، يا جماعة أنا أستغرب من البعض اللي توصل له مسج صوتي، مسج صوتي أو صورة أو مسج أو كلام مكتوب محطوط فيه معلومات هو ما يعرف هي صحيحة أو هي خاطئة، ويصير يمررها وفلان يمررها لفلان وفلان يمررها لفلان، قبل ما تستوعب تتلاقي أنها مرت على عشرات الألاف آلاف من الخلق وهالمعلومة غير صحيحة. كيف نعرف غير صحيح يا جماعة الخير؟ أولا ما في أي منظمة، ما في أي حد يعني لا هيئة الصحة ولا دائرة الصحة ولا وزارة الصحة راح تطرش لكم مسجات واتساب، ما فيها لا لوجو ما فيها شيء، ما راح يطرشوكم هالأشياء، راح يكون عبارة عن خبر رسمي عليه اللوجو محطوط في الحساب الرسمي، بعد هذا ممكن أنت تاخذ صورة من هذا وتمرره. لكن أنا نبهت أيضا عن الموضوع أنه للأسف البعض لأنه ما أدري فاضي ما أدري ما أعرف يعني شوف شو تفكيرهم أنه يأخذون شعارات وزارة الصحة أو هيئة الصحة أو أي جهة رسمية ويلصقونها على خبر، وهذا ترى شفناه قبل مدة خبر انتشر على واحدة من الجهات والجهة هذه نفت أن هي طلعت هذا الخبر، يأخذون ويركبون الخبر ويحطون اللوجو فوق. فأنا كيف أتأكد؟ أدري الناس قالت إن ترى دكتورة ترى محطوط اللوجو مالكم فوقه، أدش الحساب أي شيء بينتشر في وسائل التواصل أو في الواتسابات أول شيء ينزله في حساباتنا الرسمية، ينزل في الحساب الرسمي فهذا معناه أنها توثق خلاص. الحين أي شيء ينزل في الحساب الرسمي أنت عارف جاي من الحساب الرسمي للهيئة أو للوزارة أو للجهة الرسمية، افتح الحساب الله يخليكم ولا تمررون هالأشياء، لا تمرون هالأشياء إلا تقول إنه عن طرق خاطئة للوقاية من الكورونا أو من أي كان. ترى من الدروس اللي راح نستفيدها من تجربة الكورونا إن إحنا ما نسمع للشائعات، أتمنى نطلع من هذا وإحنا فعلا مستوعبين إنه ما نسمع للشائعات. يعني أحس إن مروجي الشائعات ومطلقيها حسوا إن هذه فترة خصبة، ليش؟ لأن الناس كلها قلقة فقاعدين يتغذون على الخوف مالكم والقلق مالكم، فبدوا يطلعون اشاعات عجيبه غريبه والله، يعني شيب راسك وانت تسمع الكلام اللي يطرش. ولا لو تلاحظون حتى الرسائل الصوتيه اللي تطلع وتقول هذا ما ادري شو هذا اصلا مو كورونا وغيره وغيره، بثقه يتكلمون بثقه ان هذا فعلا إن هذا الكلام اللي قاعد تقوله منظمه الصحه كله غلط، ان هذا كلام المسج الصوتي هو الصح. يا جماعه بارك الله فيكم، انا المصادر للاستقاء المعلومة ترى مفتوحة للجميع، ما عليها لا بيزات ولا عليها لوك ولا عليها شيء. أنا أبغى الناس هالفترة تحط عينها على حسابات الرسمية وفتحوا حساب منظمة الصحة العالمية. أنا الناس ما أدري ليش ما تفتح حسابهم، أعتقد إذا ما كنت غلطانة أعتقد حساب منظمة الصحة العالمية في مواقع التواصل بعد في الإنترنت نفسه أتوقع موجود باللغة العربية، أنا مو متأكدة بس بالانجليزي اللغة مالته سهلة، وفي هنا قسم لمعلومات المرضى، يعني ممكن تلاقون بعض البيانات اللي موجودة بعض المعلومات الموجودة بمصطلحات طبية، لكن هناك خانات للمتعاملين ان انت كمتعامل او كمريض اللغة بسيطة سؤال جواب لغة بسيطة مفهومة، ومتأكدة والله موجود باللغة العربية، لازم أتأكد لكم إن شاء الله بتأكد بخبركم باكر. فتخلوا وتقفوا عمركم من المصدر الرئيسي مو من محركات البحث، محرك البحث أنا حط فيه كورونا يطلع موقع منظمة الصحة العالمية مواقع أخرى تقول كلام عجيب، حط افتحوا منظمة الصحة العالمية WHO دقوا بتلاقون يعني أول ما تفتحونه فوق محطوط أصلا عن الكورونا، تقوا عليه وتخفوا عمركم. هذا الوقت بما احنا قاعدين في البيت نعمل عن بعد، بعض الدوامات قصروا او قللوا وقت دواماتهم، افتحوا واقروا، اقروا شو 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 هذا فعلا، شو المعلومة الصح، هناك المعلومات الصحيحة الإحصائيات الصحيحة موجودة في مواقع منظمة الصحة العالمية، غير هذا ما نستقي المعلومة من أي مكان. فهذه رسالتنا اليوم، رسالتين أعطيناكم، أول شيء ما نروج الشائعات، لا ثلاث رسائل، ما نروج الشائعات، نستقي المعلومات من مصدرها الصحيح، ونجلس في المنزل لفترة بسيطة إلى أن إن شاء الله تعدي هذه المرحلة ونرد للحياة العادية ونسير ونرد ونجتمع ونسافر ونسوي اللي احنا نبغاه، لكن الآن نلتزم بالجلوس في المنزل. وضروري يا جماعة نوعي عيالنا بهالموضوع. بعض من الأمهات عندها فكرة مغلوطة أن أنا لو قلت حق ولدي بيخاف، ترى لازم هو يفهم شو قاعد يسوي في العالم. ليش إحنا مثل قال دكتورة هند، ليش إحنا ياسين في البيت، ليش إحنا ممنوع نطلع،
انا عيالي يومين يقولوا لي انزين ماما ليش ما نقدر نطلع؟ ليش ما تخلينا نسير الحديقه؟ ليش ما نسير منطقه الالعاب؟ وارد اقول لهم نفس الشيء، لان هناك فيروس كورونا اللي ينتقل عن طريق الرذاذ، ولو في حد تعبان هناك ممكن تجيبون الفيروس البيت، تعادوني يدتكم، تعادوني انا، تعادون. نشرح لهم كل يوم، نرد نشرح كل يوم، نرد نشرح. ويساعد وايد انه استخدمتوا الرسومات، انا ارسم لهم في البيت هذا شكل فيروس الكورونا، وترى الاطفال ما شاء الله عارفين، ترى يوم يشوفون فيديوهات اليوتيوب موجود فيها تلاقون فيه عن الكورونا موجود، فعارفين حتى كيف شكله، انه شكله تاجي كذي وقاعد ينتشر، وحتى عارفين البلاد اللي ينتشر فيها. ف اشرحوا لهم بالصور، قولوا شوفوا هذا ماما، هذا الفيروس ينتقل عن طريق الرذاذ، اذا قال الانسان اذا انت مناعتك زين احتمال ما يسوي فيك شيء، بس سبحان الله تعطيه لحد تعبان، حد مريض، فلازم نجلس في المنزل. ف رسالتنا الأخيرة اليوم إن شاء الله إن نجلس في بيوتنا فترة، ونلتزم إن شاء الله تمر الأيام ونعدي هذه المرحلة. وصلنا نهاية برنامجنا، برنامج صحة وسعادة، شكرا لكم لوجودكم معنا، إن شاء الله كنا خفاف عليكم على مدى الساعة الإذاعية. شكرا لك أيمن سرحي، شكرا لك إسراء الهاشمي، وهذه محدثتكم دكتورة ندى الملا. بالحياة بكون معاكم غدا إن شاء الله إذا استوى، إذا قدرت آي، عشان نكمل دردشة صحة وسعادة. وإلى أن ألقاكم إن شاء الله أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.